الآن هنالك قصف صاروخي، قصف صاروخي على مدينة سديروت. أعلن المتحدث العسكري المصري أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة الأحد أصيب قلنا لهم لا تلعبوا بالنار مع الجيش ولا تستفزوا رجال الجيش. إلى كل من يهمه الأمر، لن نترك سيناء لأحد، إما أن تبقى سيناء مصرية خالصة وإما أن نموت على أرضها. فلسنا دعاة حروب، لكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله. أنا بلدي غالية عندي عالمي برفعه على سينا زي ما حق أخويا هرجعه. القدس بتكبر أراضينا يا فلسطين، غزة بتتدمر ده في أي ملة ودين. أطفالنا تتعطر بالورد والرياحين، شهداء نقول أكتر عالجنة دول رايحين. واتجمعوا ظهر بعض اتجمعوا، بالعربي أي عربي ده نسمعوا. أنا بلدي غالية عندي عالمي برفعه على سينا زي ما حق أخويا هرجعه.